السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ موقف غريب جدا جدا جدا. امبارح من كتر اللف رحت محل كيسي بتاع التولز وعملت شوية فيديوهات وبتاع ورحت كذا مول فيهم قطع غيار وفيهم تولز والحاجات دي ورجعت البيت رجلي وجعاني جدا جدا جدا، فيدوبك اتعشيت وقعدت شوية على الانترنت وبعد كده ايه دخلت نمت الساعة 11. يعني انا راجع البيت الساعة 9، دخلت نمت الساعة 11، مقتول نايم مقتول. المهم قمت من النوم ببص فلقيت الساعة 3، قلت يا نهار اسود انا نمت كل ده، ده طار نص اليوم مني كده ومنزلتش وبتاع. طب انزل منزلش؟ قلت لا انزل الحق برضو اروح اعمل فيديو مع حد او حاجة. فروحت جاي داخل واخد دش وفاطر وبعدين لبست ونزلت لقيت ان احنا الساعة 3 الفجر مش 3 العصر. محلات كلها مش قادر امسك نفسي من الضحك، والله العظيم مش قادر امسك نفسي من الضحك. مش متخيل ان انا نمت، يعني انا فاكر ان انا زعلان بقى وفاكر ان انا نمت واليوم ضاع وبتاع. اول ما خطيت يعني انا طالع من الفندق، باب الفندق طالع من باب الفندق كده بقول ايه ده، هي الدنيا ضلمه كده ليه النهارده؟ الساعة 3 العصر يعني المفروض هنا شمس، فبقول ايه ده، هو في سحاب ولا ايه؟ مش مترجم لسه، مش نايم لسه قايم من النوم وبعدين نازل. انا متوقع بقى ان الظهر وبتاع، الاقي نفسي ان احنا الساعة 3 بالليل، ويا خسارة اللي انا قعدت استحميت وجهزت ولبست واتبرفنت وبتاع وكل ده والساعة 3 بالليل مش 3 العصر. لا وقايم بقى يعني متضايق بقى ليه خدمة الغرف ما جاتش تنظف الأوضة، يعني كنت هصحى يعني لو حد خبط على الباب عشان يجوا ينظفوا كنت هصحى، وازاي الساعة 4 ولسه ما جوش ينظفوا؟ يعني في مواقف كده بتحصل لواحد بتخليك تضحك فعلا من قلبك، تضحك على نفسك. في مرة من المرات مثلا قمت من النوم برضو متأخر ورحت جاي لابس تيشيرت والكوتشي ونازل مفيش بنطلون. فالحمد لله ان انا لحقت نفسي على باب الشقة، يعني هطلع انام تاني.
يلا تصبحوا على خير.